ثالث عصر بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن. أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تلبية الاشتراطات البيئية في مصانع الأسمنت من أجل الحفاظ على البيئة مشيرا إلى أن استخراج الرخام في مجمع صناعة الأسمنت والرخام في محافظة بني سويف لا يتم بالطرق التقليدية بل يتم بطرق متطورة لتقليل الهدر جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اليوم لمجمع صناعة الأسمنت والرخام والذي أكد أنه يوفر نحو عشرة ألاف فرصة عمل للشباب كما وجه الرئيس السيسي بسرعة إنجاز المشروعات التنموية لاهميتها للاقتصاد القومي وللمواطن من جهته قال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين إن المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف يقدم طاقة إنتاجية تقدر بثلاثة ملايين طن سنوياً، مضيفاً أن مجمع مصانع بني سويف وفر 1800 فرصة و800 فرصة عمل مباشرة ونحو 8000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، وأن الإنتاج الفعلي من الأسمنت وصل إلى 70 مليون طن سنوياً، هذا بالإضافة إلى أن إنتاج مجمع مصانع الرخام والجرانيت الذي يشتمل على خمسه مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت وصل الى ثلاثه ملايين وستمائه الف متر مسطح من الرخام والجرانيت أعلنت وزارة التضامن العديد من فرص العمل بلغت أكثر من 68 ألف فرصة عمل ضمن برنامج فرصة للتشغيل بدورها أكدت نائب وزيرة التضامن نيفين القباج أن الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر رعاية حيث يتم تطوير المنظومة اجتماعيا واقتصاديا منذ عام 2014 وأن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي كان مليون وثمانمائة ألف أسرة والآن أصبح عددهم مليون وستمائة ألف حيث خرج ما يقرب من مائتي ألف أسرة من الدعم النقدي الضمان بسبب حالات الوفاة بالإضافة إلى تشغيل البعض منهم إلى السودان حيث غرق 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل بالسودان حيث كانوا في طريقهم إلى المدرسة وكانت المركب تقل أكثر من 40 تلميذا ولم يتم العثور على جثث الغرق حتى الآن يأتي هذا فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية لمحلية البحيرة للمشاركة في عملية البحث قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الأمم المتحدة تدعم حقيقة حملة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام الغربية والتي ترسم صورة لممثلي الخوذ البيضاء على أنهم نشطاء إنسانيين حقيقيين وشجعان مضيفة أنهم أدوات لحرب إعلامية دعائية تشنها عدد من الدول في سوريا بحسب تصريحاتها مشيرة إلى أن ما يؤكد ذلك هو إجلاء الخوذ البيضاء من سوريا الآن في حين أن وجودهم في الوقت الحالي قد يبدو مطلوبا اكثر. كشف الكرملين ان هناك استعدادات تجرى لعقد اجتماع في جنيف الاسبوع المقبل بين مسؤولين روس ومستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون. من جانبه افاد البيت الابيض بان بولتون سيلتقي بمسؤولين روس في اطار متابعه اجتماع القمه بين الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر الماضي. رفضت محكمه تركيه طلب استئناف للافراج عن القس الامريكي اندرو برانسون من الاقامه الجبريه وهو ما ينذر بتصاعد التوتر القائم حاليا بين واشنطن وانقره. من جهتها حذرت واشنطن تركيا بانها ستفرض عليها المزيد من العقوبات الاقتصاديه اذا رفضت اطلاق سراح القس المحتجز لديها وان الرئيس دونالد ترامب ملتزم 100% باعاده القس برانسون الى الوطن بحسب مسؤول امريكي. اعتمدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد ومن المنتظر أن يبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين بداية من غد الخميس وأشارت نصر إلى أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية وأن ذلك سيحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول الى الاقتصاد الرسمي يستضيف ملعب ليكوك ارينا باستونيا قمه مرتقبه بين ريال مدريد الاسباني وجاري اتلتيكو مدريد على لقب السوبر الاوروبيه ويشارك ريال مدريد في البطوله بصفته بطل بطل دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي بعد فوزه على ليفربول الانجليزيه بينما توج اتلتيكو مدريد بالدوري الاوروبي على حساب مارسيليا الفرنسية إلى أن نلتقي.. كونوا بخير